لحضراتكم مرة تانية ومنورانا في المطبخ بتاعنا الأستاذة أميرة بهي الدين. وطبعا النهارده الأربع شيف محمود موجود معانا. أهلا يا شيف بسلم محمود. عليكي، أسلم على الأستاذة مفيدة والأستاذة تحياتي أميرة. ازيك يا محمود؟ تحياتي يا معلمي. تحياتي ليكو، وبشكل خاص طبعا الأستاذة أميرة اللي منورانا. بشكل خاص منورانا في المطبخ يوم الاربعاء طبعا، مش عوايدها. بشكل خاص لمفيدة. على فكره يا شيف انا نسيت اقول لك ان في مجموعه من اصحابنا بقت مش عوايدهم. لا والله انا غصب عني، احنا يعني اوعدك ان احنا نبقى موجودين معاك. بس في مجموعه من اصدقائنا طالبين مجموعه الاكلات تتحط ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض عشان يخشوا يعملوا لها برنت. واسم الأكلة، اسم الأكلة مش يوم الحلقة. موجود اسم الأكلة. لا يعملوها برينت، دي من البيج بتاعنا بتاع الستات. موجود كل الأكلات من أول حلقة ابتدينا ليها لحد النهاردة، كل يوم لي الأكل بتاعه بالوصفة بالمقادير. بس ما انتش كاتب اسم الأكلة. مكتوب. لا مكتوبة. لا بالأول بالتاريخ تفتحي تلاقي اسم الأكلة مكتوب. لا مكتوب. خليني أراجع ده برضو. خليني أراجع ده مع بصي يا مفيدة كان إزاي. تفتحي يعني تلاقي مثلا النهاردة 28/11 مكتوب التاريخ. مكتوب التاريخ، تفتحي تلاقي الأكلة. أيوة. لا أنا عايزة أدور على اسم الأكلة من بره. يعني جنب التاريخ. أوكي. مثلا زي النهاردة عكاوي مثلا من بره. خليني عشان أراجع أنا مع المسؤولين عن ده ونحاول نبسط الموضوع. مش هعرف افتح كل الصفح. أوكي. صح. النهارده طيب. احنا هنعمل اكلتين. النهارده احنا هنعمل اكلتين. انا مختار اكل مصري قوي. احنا هنعمل طاجن عكاوي بس مختلف شويه بالبصل المشوي والكيك اللي بالفاكهه المجففه الصيامي. وكل سنه وانتم طيبين. بقول مقادير اول اكله احنا العكاوي. عاملينها النهارده طاجن العكاوي. العكاوي ده اللي هو ايه؟ العكاوي. استاذه اميره هتقول لك اللي هو ديل الخروف. لا الخروف لا، العجل. ديل العجل. اوكي. وحد ياكل ديل الاكل والخروف لي ديل. مقادير الأكلة طاجن العكاوي المصري جدا اللي احنا عاملينه النهاردة بالبصل المشوي. محتاجين كيلو عكاوي مع كوبايتين شوربة وكرفس مفروم ونص كيلو بطاطس ونص كيلو بصل وراس توم سليمة هقول لكم هنعمل بيها ايه، وزعتر أخضر وملح وفلفل وجوز الطيب ما ننساهوش في الأكلة دي، مع معلقتين زبدة ومعلقه زيت. يا شيف عشان محمود اميره بتتريق عليا عشان قلت ديل. والله العظيم ما الخروف يعني الخروف لي ديل. سوهي عليا. اول حاجه سوهي عليا في البايركس الازاز ده هنحط كده البصل بتاعنا، هنكون مقطعينه حتت كبيره. ماشي. انت سالق العكاوي. اوكي. ومقطعها. بس خليني اشرح المرحله دي الاول. اشرح. تمام. بنحط راس توم، بنكون شايلين الجزء اللي تحت عشان الفصوص تبان، نحطها زي ما هي بقشرها كده مع البصل. وبعدين فين الملح والفلفل؟ اوكي. انت اللي نسيت. اوكي. بس انا هجيبه. ايوه. بنرش عليه رشه زيت خفيفه. نحط لك ملح. ورشه الملح. اوكي. ورشه الفلفل كده. طيب. تمام؟ ما نحطش اي حاجه. وبعدين رشه جوز الطيب. هندخل ده الفرن يتشوي. اوكي. مرحله اولى لمده 20 دقيقه. جوز الطيب دي انا بجيبها من عند العطار صح؟ اوكي. دي موجوده من عند العطار بس جات لنا المره دي مطحونه. كنت لسه هقول احنا عاده بنجيبها سليمه ونبشرها بالمبشره الصغيره. ايوه البتاع. أيوة. صغننه. يبقى احنا خلصنا شوينا البصل والثوم. بياخد وقت قد ايه؟ نص ساعه. 20 دقيقه نص ساعه. اتشوى، خد ريحه الدخان بتاعه البصل وهو بيتشوي. ندخل على المرحله الثانيه. المرحله الثانيه بنحط معلقتين زبده. بتضحك على ايه يا محمود؟ افتكرت حاجه في اول الحلقه. ايه محمود بيضحك على حاجه انا مش عارفاها. ليه اصدقاء بيحبوا العكاوي جدا؟ الخروف. ما عمرك غلط؟ لا لا لا. انت بتنطق انت. انا جيت تريقت عليك لما بتقول فاصوليا وفاصوليا. انت خدتي حلقه كامله عن الكلمه. بصي ايه مطبخنا في الستات ما بيعرفوش يتكلموا. طول الحلقه طول النهار الحلقه محمود هيقعد يقول لي الخروف والديل بتاع الخروف والديل بتاع الخروف. لا لا وان تاني. بص انا اقول وانت ما تهزرش مع مفيده ولا تقول. هي تقول لك فاصوليا وانت ما تقولهاش ديل الخروف. انت حر بقى. ده ايه الديكتاتوريه دي؟ انا هطلع على اسم 6 اكتوبر هنا. بصي طيب احنا هنا حطينا الكرفس مع الزبده وحطينا البطاطس. اوكي. اوكي. البطاطس دي مش مسلوقه. لا نيه. اوكي. بنشوحها شويه كده. تمام. ونحط برده رشه جوز الطيب مع رشه الملح والفلفل. اوكي. بتحطش حبهان ومستكه ورق لورا في الاختراعات دي؟ هقول لك. خليني اوصل لك. هوصل للي انت عايزاه. ماشي. في الشوربه اعتقد يا امير. بعدين بعد ما حطينا جوز الطيب مع الملح والفلفل والكرفس والبطاطس بنشوحهم التشويحه الحلوه دي كده. نتكلم قليلا عن العكاوي. العكاوي طبعا بعد ما بتتغسل كويس جدا بتتحط في ميه، الميه دي تكون فيها بصلايه وملح وفلفل وورق لورا وشويه حبهان
ويا سلام لو رشت جوزة الطيب برضو. طيب. في الآخر نسيبها تاخد وقتها علشان تستوي كويس جدا، وهنستفيد من الشوربة بتاعتها. هاي؟ هنستفيد من المرق. من المرق يا شيف محمود. اوكي دي مستلماني. شيف محمود المرق. نستفيد على طول. الشوربة. المرق دي مرقة مش شوربة. نستفيد على طول. اوكي. ايه الفرق ما بين الشوربة والمرقة؟ الشوربة اللي يبقى فيها شعرية، يبقى فيها كده يتعمل لها شوية دقيق وتتخن بيه، لكن المرق كده الصافية دي مرقة. بالظبط. بالظبط. انت بتمتحني يعني؟ طب انا لا. الله يرحم عماتي كلهم هم اللي قالوا لي كده. تعالي يا أمير. مش غير ماجي. والله اللي انت جاية. هو انا يعني انا قادر عليكي لما تقولي تعالي. بنحط كمان رشة الزعتر دي صدقوني بقى بتفرق قوي في موضوع الطاجن. فكرتك انا بالزعتر ولا انت كنت فاكره؟ لا لا فكرت. انا عايز اقول لك حاجه، يعني انت لما تحط كرفس وزعتر وجوز الطيب ده يبقى اختراع. بصي بقى ايديك بقى اديني بقى. بصي بقى يا استاذه اميره، يعني خلينا نحط دول هنا كده البطاطس في الطاجن ونشيل دي خالص. اوكي. وبعدين الروائح الحلوه اللي احنا شمينها ديت نبدا ناخد قطع العكاوي نحطها كطبقه تانية. حلو الاختراع مع البطاطس بالكرفس من تحت. وفي الشتاء اول ما اسمع وصفه اكله يبتدي ريقي يجري، يبقى الاكل ده 100 100. ورشه الجوز الطيب على العكاوي كده. نيجي بقى للمرحله البصل. الجميله الا وهي مرحله البصل. بنعمل ايه بقى؟ بصوا يا جماعه، سر موضوع الثوم ده انه بعد ما بيتشوي نمسك راس الثوم زي ما احنا شايفينها كده ونضغط عليها فيبدا تنزل فصوص الثوم من غير القشر مشويه وريحتها حلوه جدا. نعمل كده في الاولى وفي الثانيه برضو. حلوه كده يا شيف. تمام. وبعدين ناخد كل البصل اللي اتشوى نحطه هنا. اوكي. نحط عليه الشوربه؟ لا لا، هقول لك حالا. ايه؟ ما ننساش موضوع رشه جوزة الطيب. جوزة الطيب ورشه الملح. اوكي. انا عايز اخد شويه فلفل اسود كده. ايه؟ خدهم من شويه بجد. أيوة. يعني من شويه حقيقي يعني. شويه فلفل اسود حلوين. وبعدين نعمل كده شوية. أوكي. فلفل اسود هنا كده، رشة فلفل اسود محترمة. وبعدين ندي ده تقليبة حلوة، البصل المشوي ده اللي دبل وخد طعم جوزة الطيب وخد طعم التوم المشوي، ونحط ده كله على وش طاجن. يبقى رق اولاني. أوف. يبقى اخير رق اخير. وبعدين نسقيها بالشوربة وندخلها الفرن. وبعدين بقى بصوا يا جماعة، عايز اقول لك البطاطس اللي تحت دي هتبقى اختراع مفيش بعده. ده انا لولا ان انا القولون المرقة بتاعة العكاوي، ومصطلح المرقه على اي حاجه بتتسلق ده حاجه مصري سليمه. بنحطها هنا كده. الشوربه زي ما تاخد بقى. ده هنسيبه ساعه ساعه ونص. كل ما تسيبيه ينعم بقى براحته. حابب ساعتين على نار هاديه البطاطس هتتهري. لنفترض ان انا مثلا بعمل الطاجن ده. أوكي. يعني في المستقبل البعيد هتعمليه ان شاء الله. هتعمليه انا واثق. هل ممكن انا اقوم حاطه ده في الفرن وبعدين كل شويه افتح لو في بقيه شوربه او مسقسقها تاني؟ ممكن، بس حطي ما يكفي من الشوربه، يعني في الاخر طبقه بصل تبقي شايفه الشوربه وسيبيه ينسجم مع بعض. لكن انا مسموح لي ان انا ممكن ازود شوربه. ممكن لو شيف محمود انا معلش ممكن استبدل العكاوي بلحمه. ممكن تستبدلي العكاوي عميوز لحمه بتلو. لحمه. اقول لك على حاجه برضه كوارع، والمصريين شطار فيها قوي. كوارع؟ لا معرفش، ما بطبخش الكوارع. خليني اقول لك، الرقبه الضاني. الرقبه الضاني يعني هتبقى موضوع. الرقبه الضاني هتبقى موضوع في الموضوع في الاكل ده. هي دي رقبه الخروف بقى يا مفيد. طيب. ايوه مستنيينها يا امير. مش رقبه. طب الاكله اللي بعدها. طب يلا يا جماعه نقول مقادير الاكله الثانيه. مقادير الكيك، الفواكه، المجففه اللي هو الصيامي. هو الصيام بتاع المسيحيين بدا. كل سنه هم طيبين. طبعا هم بياكلوا سمك، يعني واحنا عارفين كلنا ان هم بياكلوا سمك في الصيام دوت، بس هم يوم الاربعاء ويوم الجمعه ما بياكلوش سمك لان هو صيام اكبر. فانا النهارده كنت اعمل سمك، بس لما لقيت النهارده الاربع فبسطت الموضوع. حلو. تمام. مقادير المقادير. الكيك بالفواكه المجففه اللي هو صيامي، نص كوبايه مشمشيه متقطعه مكعبات، مع نص كوبايه زبيب، ونص كوبايه اراسيا طبعا برضو متقطعه، ونص كوبايه عصير برتقال، وقشر برتقانه، وثلاث ارباع كوبايه دقيق، ومعلقتين مبيض القهوه. مبيض القهوه كوفي ميت كريم. بالظبط كده. ده نحاول ندور على نوع يكون فيه ما يكونش فيه بروتين حيواني. ده في نوع في السوق كده؟ في انواع كتير بروتين نباتي. 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 اوكي. وتلت كوب زيت، ومعلقتين سكر بودره، ورشه بيكنج صودا. رشه دي يعني ربع معلقه صغيره، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. ندخل على الموضوع سريعا. ها
هنحتاج بولتين ازاز زي ما احنا شايفين كده. مشكلتي في الحلويات وكثره المقادير بتاعتها. بصي ده قد ايه سهل، هنا بنحط المشمشيه ونحط كله. القراصيه هقول لك، المشمشيه والقراصيه والزبيب وبعدين نرش عليه رش الدقيق كده عشان يمسكوا. لا هقول لك ليه، ده رش الدقيق ورشه البيكنج صوص ونقلبهم تقليبه. رشه الدقيق دي بتغلف كل قطعه فاكهه فما بتخليهاش تهبط من الكيك، بتخليها تلزق كل واحدة في العجينة. مكانها خليها تلزق كل واحده في مكانها. خلصنا دول كده نحطهم هنا ونيجي هنا للدقيق. مهم قوي ان احنا الدقيق ده ننخله. دي ادوات جديده صدقي ان من قبل ما نبدا في البرنامج دي موجوده. طب ما طلعناش دي، كانت مستخبيه. طب حلوه دي، دخلنا دي. بالك ان مفيدة عاملة قايمة زي قايمة المتجوزين كده، عارفة ايه اللي في مطبخها؟ ما بالظبط. انا ماضي عليها، انا ماضي. انت بتتلكك يا شيخ محمود، لكن انا عارفة كل حاجة عندي في مطبخي. تمام، وهبلغك باستمرار بالحاجات الجديدة. دايما دايما اعرف الجديد. وبنحط مبيض القهوة المعلقتين النباتي ومعلقتين سكر البودرة معلقة صغيرة بيكنج باودر. اوكي كده يبقى ناقص لنا ايه في المكونات بقى؟ في المكونات ناقص لنا قشر البرتقال وعصير البرتقال هنحطه. وايه ده؟ وده معلقتين مية هنخليهم حسب اللزوم. هنا هنيجي للخليط ده نحط البرتقال، اتفقنا؟ تمام. ونلف عصير البرتقال، التقليبة يا دوب خفيفة تمام كده، وبعدين نحط تلت كوباية الزيت كده. هات انا اشيل لك الحاجات دي كلها. شطوره، شفت انا بساعدك ازاي؟ شطوره. وبعدين انا المهم تغسليهم بعد ما اخلص. لا يا شيخ ما تو يعني. لا 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 مش قوي كده بقى. ردي بقى يا اميره بقى. لا مش قوي كده بقى يعني. كل ده عشان قلت طيب الخروف لديل. لا معقوله هو الخروف لديل. ميرسي. اوكي، بعدين حطينا الفاكهه على العجينه كده. تمام. بصوا قد ايه الموضوع. على فكره الموضوع بسيط جدا ومش محتاج بقى ولا مكان ولا مش عارف مكنه ب 10000 جنيه. عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه ولا الكلام الفاضي ان في ماركات عالميه بتعمل نوعيه الكوكيز دي. أيوة. دايت الكيك ده دايت، لان ده دايت ده بيعتبر دايت طبعا مع نسبه زيت عباد الشمس اللي احنا حطيناها. لما تتقسم هتلاقيها الموضوع بسيط جدا، ولا كريمه ولا زبده ولا لبن. طب عايز اسالك سؤال. طب الميه انت دلوقتي حطينا دي فواكه الجافه، حط معلقه واحده. ايوه. طب لو انا جبت الفواكه المسكره وقتها، الفواكه المسكره بتحمل جزء من الميه من السائل. كويس. وقتها المقادير هتختلف شويه. طب يبقى قول لي إيه؟ بقى عليها. هنعملها يعني. طب. خلينا نتفق مره اعمل لنا بالفواكه المسكره ان احنا هنعملها. الكيك ده يا جماعه مهم ان احنا ما نحطوش في صينيه عاليه، نحطه في صينيه تبقى يا دوب علوها 2 سم 3 سم حاجه بسيطه. ايوه زي دي. لان الكيك ده مش الكيك. قولي اشرحي. لانه الكيك ده لو اتحط في حاجه غويطه مش هيبان. وبعدين وثانيا احنا مش منتظرين منه ان هو ينتفخ زي السبونج كيك. انا ما فهمتش انتوا الاثنين بتقولوا ايه. اوكي. الكيك ده ما بيعلاش للدرجه ما بينفش يا مفيده، ما تستنيش. فمانيش محتاجه القالب الكيك الكبير، فتحطي القالب التارت عشان يبان، عشان يبان الفاكهه دي، ولانه مش هينفش. بصي كده ماشي كده. شايف بتاخد وقت قد ايه؟ دي بتاخد يعني حوالي 30-35 دقيقه في الفرن كده. طيب يلا وريهم بقى الشكل. طيب ممكن تجيب لي انت العكاوي وانا هطلع الكيك اهو. ده القلب ده واو. فاكره اول مره عملت لنا قلوب شوكولايه مفيده وكتبتي حاجات كده اول في اول في الاول خالص. حلو قوي شكل القلب. وده شكل العكاوي طبعا، بنسيبه اطول وقت ممكن في الفرن. انت ليه عامل وده شكل كيك؟ ده شكل الطاجن على فكره. سخن هو دافي. انا جايه بس اول ما أيوة. اول ما التتر ينزل. اوكي انا بشكرك يا شيف محمود، نورتنا. بس يا شيف محمود احنا قلنا هتقعد قد ايه في الفرن؟ حلو قوي السؤال ده. 30 من 30 ل 35 دقيقه على درجه حراره 160. طيب انا بشكرك وان شاء الله نقابلك الاسبوع اللي جاي. بشكرك يا اميره. انا كمان يا مفيده. ونتقابل السبت الجاي، الخميس والجمعة ويك اند، يا رب يسترها ويعديها ومصر تبقى بخير. اشكركم ونقابلكم. هابي ويك اند والخير لمصر يا رب دايما. تحياتي. دايما. باي. تحياتي. يلا بقى اما نشوف الكيكة. يلا.